الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم بكل خير، نحييكم بتحية إسلامية خالدة من هذا المحتفل الكبير من أرضية ميدان البشاير لسباقات الهجن العربية الأصيلة، وضمن الموسم السادس على التوالي ينطلق في هذه اللحظات ثالث أشواط هذا الصباح، وهذا هو اليوم الأول لتحديات هذا المهرجان. هذا الشوط مخصص للإبكار الحجايج، ومسافتنا مسافة 4 كيلومترات. مباشرة نذهب إلى بداية هذا المسار وإلى عمق الميدان للتعرف على أول الأسماء المنطلقة والباحثة عن الفوز والتواجد في هذا اليوم الكبير. هنا حفلة من تفتتح الإذاعة، علي بن محمد بن سالم الوهيبي من يقدم لنا انطلاقة حفلة، بينما ثاني المراكز هناك احتلال علي بن يميل بن سباح الوهيبي من يقدم لنا انطلاقتي. هناك احتلال، بينما الوصول من الشاهينية راشد بن سالم بن سلطان المشايخي من يقدم الشاهينية، ولكن ايضا تصل في هذه اللحظات حضور عبد الله بن طويرش بن محمد الوهيبي من يقدم لنا حضور الدور دور المركز الخامس. لنشاهد ونتابع هنا الوصول والقدوم من حضور خليفة بن سلطان بن سالم الجابري من يقدم انطلاقة حضور، والوصول من بينونة حمد بن ناصر بن علي الجنيبي من يقدم انطلاقة بينونة، وصول من شعار بن حارب اللي يقدم لنا انطلاقة شعارة في هذه اللحظات، يقدم انطلاقة الزود بدر بن عبد الله بن حارب الدرعي من يقدم انطلاقة الزود مع سادس المراكز وفي سابع التحديات. هناك القدوم من الشرطة حمد بن محمد بن حمد الينيبي من يقدم انطلاقة الشرطة، من يقدم انطلاقة الشرطة القادمة مع سابع المراكز وبثامن التحديات. يواهين خميس بن محمد بن سالم الينيبي من يقدم انطلاقة أحد الأسماء القوية، وفي المركز التاسع هنا الوصول والتحدي من هزر محمد بن الشرقي بالحرسوسي الوهيبي من يقدم انطلاقة هزر، وفي عاشر المراكز هناك مشعل عوض بن علي بن عبد الله البلوشي من يقدم انطلاقة مشعل. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام نداؤنا يتجدد ما بين الأسماء المتقدمة، وهذا هو نداؤنا الأول للعشرة الأسماء المنطلقة في مسار هذا الشوط. عدينا أول 2 كيلومترات، انتصفت المسافة منذ لحظات، وهنا أيضا ركلة البداية، ركلة بداية هذا المهرجان في شوطنا الثالث بقيادة بولي مايل وشعاره ومن يحتل صدارة المركز الأول. هنا احتلال، من تتقدم الأسماء المشاركة في هذا المسار تتقدم احتفال. هنا يقدمها علي بن يميل بن سباح الوهيبي، هنا مع البداية والصدارة وصل الدكتور البلوشي ليقدم لنا انطلاقة شعاره، ويقدم انطلاقة مشعلة عوض بن علي بن عبد الله البلوشي. يا سلام اللي قادمه لتغيير المسار لصالحها منطلقة في هذه اللحظات مع البداية، ايضا القدوم والوصول من شواهين خميس بن محمد بن سالم المخيبي من يقدم انطلاقة شواهين، قدوم ايضا من بينونة حمد بن ناصر بن علي الينيبي من يقدم انطلاقة بينونة، قدوم من هزر علي بن محمد بن شرقي الوهيبي من يقدم انطلاقة هزر، هو شعار بن حارب راه ايضا بدا يتقدم. ايضا وصلنا في هذه اللحظات الى الكيلومتر الاخير المتبقي من عمر هذا
هذا الشوط، لنا عودة مع البداية، لنا عودة مع انطلاقة المسار. وهنا الدكتور بدأ يتكتك في هذه اللحظات، يتكتك هذا الشوط لصالحه، منطلقا الدكتور البلوشي ليقدم انطلاقة مشعلة ليشعل نار وفتيل المنافسة. عوض بن علي بن عبد الله البلوشي من يقدم انطلاقة مشعلة، والقادمة هناك احتلال مع ثاني المراكز علي بن إميل بن سباح الوهيبي من يقدم انطلاقة احتلال. وصلت بينونة، وصلت بينونة، حمد بن ناصر بن علي الإنيبي من يقدم بينونة، ولكن مشعلة، مشعلة والأسماء قادمة، أسماء قوية قادمة، هذه اللي قادمة في هذه اللحظات. هناك مراسيم مطر بن مبارك بن محمد الوهيبي، لكن أعود إلى مشعلة، أعود إلى مشعلة مع اللحظات الأخيرة. أعلام دول مجلس التعاون، إذا في هذه اللحظات بدأت ترفرف على أرضية الميدان معلنة عن قدوم مشعلة في الأمتار الأخيرة. عوض بن علي البلوشي، عوض بن عبد الله بن علي البلوشي، أسعد الله صباحك. هنا يطير بناموس ثالث الأشواط مقتربا من اللحظات الأخيرة. تهانينا والناموس، والسلام لك يا البلوشي، سلام إلى من قام السبك بمناسبة هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس لعوض بن علي بن عبد الله البلوش المركز الثاني. إذن المركز الثاني من وصلت فيه هزر مع محمد بن الشرقي بالحرسوس الوهيبي، والمركز الثالث كان الوصول من الشاهنية محمد بن مبارك بن عبد الله السعيدي. تهانينا والناموس لمالك مشعلة بطلة هذا الشوط وبطلة ناموس المركز أو الشوط الثالث عوض بن علي بن عبد الله البلوشي. تهانينا والناموس والسلامات تغادر من أرضية الميدان ومن أرضية هذا المهرجان إلى ميدان الأبيض ومن قم السبق. تهانينا لمالك مشغلة علي بن عوض بن عبد الله البلوشي، وعوض بن علي بن عبد الله البلوشي من قدم لنا انطلاقة مشعلة ليفوز بناموس هذا الشوط. لنا عودة مع التوقيت الزمني ومع مخرجنا أيضا العزيز طارق باعمر، من أيضا يبهرنا هنا بلقطاته من أرضية هذا الميدان. هنا لحظة وصول مشعلة معلنة الفوز والانتصار، قاطعة المسافة في زمن وقدر 6 دقائق 4:50 من الثاني. تهانينا لعوض بن علي بن عبد الله البلوشي مالك مشعلة، بينما ثاني المراكز التي وصلت في ثاني المراكز هناك اللي هي بن الشرقي قادم مع ثالث المراكز مالك هزر محمد بن الشرقي بن الحرسوس الوهيبي، قاطعا المسافة في زمن وقدر 6 دقائق و6 ثواني 14 من الثانية. سلام لقريحة، سلام بمناسبة الفوز في ثاني المراكز. المركز الثالث عطني هناك ثالث المراكز يا أيضا باعمر، هناك كان وصول الشاهنية المملوكة لمحمد بن